ونحن سعداء بهذا اللقاء. والحقيقة ميمي جمال من الفنانات اللواتي بدأنا منذ الصغر، وممكن هذه البداية هي التي تتحدث عنها. مدامي، ممكن نعرف كيف كانت بدايتك، وخاصة وأنت بدأت التمثيل وأنت صغيرة؟ هو يعني ما اعرفش، انا كنت غاويه التمثيل من صغري فعلا. والفتره اللي انا كنت يعني كان في الفتره دي كان في فيروز، كان في لبلبه، وكنت بتفرج عليهم وكنت بتمنى ان انا اعمل زيهم واطلع امثل في السينما وحاجات كده. ففي الفتره دي كان الاستاذ عز الدين زولفقار المخرج الله يرحمه كان طالب بنت عشان تمثل في فيلم كان اسمه اقوى من الحب. فكانوا بيتكلموا، فبعت عمل حاجة في الجورنال وقال البنت اللي تلاقي نفسها الموهبة انها ممكن تمثل في فيلم من اخراج الاستاذ عز الدين ذو الفقار تتقدم. فكنت انا جريت، خدت بعضي وجريت، قلت اروح ويمكن ربنا يسهل واشتغل. فلما شافني فعلا قال لي انت بتعرفي تمثلي؟ قلت له قال لي طب عيطي. قلت له يعني عيط ازاي؟ قال لي عيطي، يعني حسي كده انك انت عايزه تعيط. قلت له طب حضرتك قولي حاجه تخليني اعيط وانا اعيط. فراح قايل لي حكايه، فرحت عامله كده وبتاع وحس، قال لي لا 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 انت كويسه، يلا انت كويسه هتشتغلي. فاشتغلت الفيلم ده فعلا. كانت معايا مدام مديحه يسري، الاستاذ عماد حمدي، وكنت طالعه بنتهم، وكنت عامله قصه كده وشعر طويل وبتاع. فكان الفيلم الاول والاخير بالنسبه لي، يعني ما اشتغلتش بعده حاجه لاني بعد كده كملت بقى دراستي وكده. يعني طيب، هل تعتقدي أنه يعني يوجد خلاف بين الذي يبدأ عمله منذ الصغر أو يبدأ وهو في سن الشباب في يعني في تقبل الفن؟ لا، يعني هو حتة الحب لما تبقى موجودة من الصغر نعم، بتبقى بتزيد طبعا لما بيكبر، وبيبقى يعني بيبقى إحساسه بيها أكبر من إني واحد بيبتدي يفكر وهو كبير. لا، أنا فكرت من وأنا صغير، فحتة الفن كانت جوايا فعلا، بدليل إن أنا ما كان عندي 14 15 سنة ففكرت ان انا امثل برضه. فقلت طب ازاي يعني اخش المجال السينما ده ازاي؟ فطب الاستاذ عز اللي شغلني من وانا صغيره، طب ما انا ما اروح اقول له افتكرتني ولا لا، ده انا اللي كنت معامله معاك الفيلم اللي فكان في الفتره دي بيعمل فيلم اسمه بين الاطلال. فرحت له استوديو مصر، قلت له يا استاذ عز انا اسمي كذا واشتغلت معاك الفيلم. قال لي ايوه 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 انا فاكرك. قلت له يا ريت، انا نفسي امثل دلوقتي وبتاع. قال لي طب والله انا هخليك تشتغلي. كانت مدام فاتن حمامه ليها بنت في الفيلم كانت صوفي ثروت اسمها، هي ما اشتغلتش كتير، كانت طالبه في الجامعه، فانا عملت زميلتها في الجامعه. وبعد كده بدات بقى اشتغل في فرق التلفزيون. ويعني يعني هل نعتبر ان عز الدين ذو الفقار هو مكتشف ميمي جمال؟ ايوه هناك بعض الفنانات الذين بدأوا قبلك بفترة بسيطة مثل فيروز ونيلي ولبلبة، ايوه هل هناك رابط؟ واعتقد قيل في بعض المرات انه في رابط قرابة بينكم. لا اطلاقا، ما ما فيش في رابط قرابة، بس يمكن قرابه. هي مرحلة البداية مع بعض. ويمكن علشان هي اساسا اجنبيه، يعني انا والدتي يونانيه يعني اجنبيه، فاعتبروا ان دي يعني ممكن تبقى فيها قرابه. لا بالعكس.